من أمام منزل حفيد شيخ الشهداء عمر المختار، أعرب مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية وبنغازي وفزان رفضهم لإيطاليا التي أضحت تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وصارت هي الآمر الناهي في العاصمة طرابلس. من أمام بيت حفيد شيخ الشهداء عمر المختار، محمد عمر المختار الرئيس الفخري للمنظمة الليبية للأشراف والمرابطين، وباسم جميع القبائل المنضوية تحت المنظمة الليبية للأشراف والمرابطين، نعلن أننا ندين وبشدة تدخلات السفير الإيطالي في الشأن الليبي وأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، ندينه بشدة ونرفضه وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة. حيث ألقوا بيانا جاء في نصه: نعلن رفضنا التام لتدخل حكومة إيطاليا، حكومة اليمين المتطرف في الشأن الليبي، فليبيا دولة حرة مستقلة منذ سنة 1951 تحكمها مواثيق الأمم المتحدة وهي أحد أعضائها منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم. هذا ورفعوا شعارات حذروا فيها الحكومة الإيطالية من الاستمرار في هذه السياسة التي تعكس جهلها بالتاريخ، فليبيا ليست الشاطئ الرابعة لإيطاليا.